الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلنا الكرام في جلجوليا، ونحن نعيش في هذه الأيام الصعبة التي تمر بالبشرية جمعاء. ما أحرانا في هذه الأيام أن نفر إلى الله جل وعلا. هذا هو عنوان لقائنا في هذا الدرس المبارك، ففروا إلى الله جميعا. ما أحرانا في هذه الأيام أن نتوجه إلى الله جميعا، أن نعترف بذنوبنا، أن نعترف بتقصيرنا، أن نعترف بمعاصينا التي نقوم بها بقصد أو بغير قصد، أن نفر إلى الله جل وعلا. البشرية أحبتي في الله، البشرية في لحظة من اللحظات في هذه الأيام وفي هذا الزمان أيقنت بأنها هي المتصرفة في هذا الكون، ولكن الله جل وعلا أراد بحكمته أن يعلم الناس وأن يبين للناس في هذا الزمان أن لهذا الكون رب يتصرف فيه كما يشاء. ونحن نعيش في هذا الزمان ورأينا ما رأينا من المصيبة ومن هذا الوباء الذي نزل بهذا العالم. لا بد أن نفر إلى الله جل وعلا في زمان انتشرت فيه المعاصي والذنوب، فالله جل وعلا أراد أن يبين للبشرية جمعاء أنهم هم الفقراء إلى الله جل وعلا. في زمان اختلط وأقيمت فيه الحفلات الجماعية والأعراس المختلطة، وكثر فيه الربا الذي عصف في البيوت، وكذلك الإسراف في الأموال، فأتى هذا الوباء فعلم الناس درسا، فأوقفت البنوك القروض الربوية التي كان يتلقاها الناس من البنوك. الإنسان الذي كان يسرف في الأموال ويبذر في الأموال أصبح يحرص على أمواله. الناس الذين كانوا يشاهدون ويشاركون في الحفلات الجماعية أصبحوا يجلسون في البيوت ليحافظوا على أنفسهم. نعم أيها الأحبة، أن نفر إلى الله جل وعلا جميعا، أن نفر إلى الله جميعا من الأعمال السيئة الطالحة إلى الأعمال الصالحة، أن نفر إلى الله جميعا من الغيبة والنميمة التي نتحدث فيها أو من خلالها في مجالسنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نفر إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي والآثام إلى الطاعات والقربات، أن نفر إلى الله جل وعلا من كل شيء يغضب الله جل وعلا إلى ما يرضي الله جل وعلا. نعم، والآن لا بد للبشرية أن تعود إلى رشدها، أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نفر إلى الله جل وعلا بالدعاء، أن نقبل على الله جل وعلا وأن نتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، أن نبكي بين يديه سبحانه وتعالى، أن نتقرب إلى الله جل وعلا. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا بالدعاء. أن نتقرب إلى الله جل وعلا وأن نتذلل إليه
بالدعاء من أجل أن يرفع الله جل وعلا عنا هذا الوباء. نعم أيها الأحبة، الله جل وعلا يتنزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، الدعاء هو العبادة، يتنزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول ربنا تبارك وتعالى كما ورد في الحديث القدسي: هل من داع، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. ما أحرانا أن نقوم الليل وأن نطلب من الله جل وعلا وأن نتذلل بين يديه سبحانه وتعالى في هذا الزمان. نعم أحبتي في الله، الدعاء عندما نقرأ آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. عندما نعطي الدروس ونلقي المواعظ والخطب نقف إلى هنا: وإذا سألك عبادي عني، عندما نتحدث عن الدعاء وعن فضل الدعاء نقول، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولكن الآية تكمل أيها الأحبة من أجل أن يتحقق الدعاء ومن أجل أن يستجيب ربنا تبارك وتعالى الدعاء. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الاستجابة والرجاء والتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، ولا بد من تحقيق الإيمان، لا بد من ذلك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والإيمان أيها الأحبة، الإيمان يا أهلنا، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان ليس أن تدعي أنك مؤمن، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أن تصدق وأن تيقن بوحدانية الله جل وعلا، قول باللسان، أن تشهد بوحدانية الله جل وعلا بلسانك وبقلبك بربوبيته سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم، قول باللسان الإيمان، وتصديق بالجنان بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أن تعمل بما هو طيب من الأعمال الصالحة، من صلة للأرحام، من الإحسان إلى الجار، من بر للوالدين، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا أيها الأحبة يتحقق الإيمان. يونس عليه السلام بعثه الله جل وعلا إلى قوم نينوى في المرسل في أرض العراق، فبعثه الله جل وعلا إلى هؤلاء القوم فدعاهم لوحدانية الله جل وعلا ويتركون ما عليه من عبادة الأصنام والأوثان. فما كان من هؤلاء القوم إلا أن طردوا يونس عليه السلام ولم يستجيبوا لأمره ولأمر الله جل وعلا، وبقي يونس عليه السلام يدعو هؤلاء القوم آلاف السنين. ما كان من هؤلاء القوم إلا أنهم لم يستجيبوا لأمر الله جل وعلا ولم يوحدوا الله جل وعلا، وبقي هذا القوم على ما هم عليه من عبادة الأصنام. فالله جل وعلا أخبر يونس بأن يقول لهؤلاء القوم بأنه سينزل بهم العذاب بعد 3 أيام،
فأخبر يونس عليه السلام هؤلاء القوم بما أمره الله جل وعلا ولم يصدقوه، ثم خرج يونس من هذه الأرض ومن هذه القرية. وبعد 3 أيام بدأت علامات العذاب تظهر، فأيقنوا وتذكروا ما قال لهم يونس عليه السلام، فخرج الرجال والشباب والشيوخ والنساء والأطفال في صعيد واحد يدعون الله جل وعلا أن يرفع عنهم العذاب. ففي الدعاء أيها الأحبة، في هذا الدعاء وفي هذا الرجاء، رفع الله جل وعلا عنهم العذاب. فقال ربنا تبارك وتعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كذلك يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت، ما كان من يونس عليه السلام عندما مكث في بطن الحوت ما مكث إلا أن يعترف ويقول، كذلك عندما قال يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يقول ربنا تبارك وتعالى عن يونس: فظن أن لن يقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه الآية أحبتي في الله، أو في هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الآية العظيمة فيها اعترافين كبيرين. الأول هو الاعتراف بوحدانية الله جل وعلا، عندما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعترف بتقصيره وبذنبه وبخطئه، فقال: إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله جل وعلا. فيا من عصيت الله جل وعلا، وكلنا ذاك الإنسان، يا من لا تصلي، يا من ارتكبت المعاصي والذنوب والمعاصي، يا من تعديت الحدود وضيعت الفرائض، عد إلى الله جل وعلا وتب إلى الله جل وعلا وفر إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا أرحم بنا من الأم برضيعها. نعم أيها الناس، إغلاق المساجد لا معنى ذلك أن الدين قد مات. المساجد هي نعم نعمة من الله جل وعلا، حرمنا منها في هذا الزمان، وهذا لا يعني أن نجلس في بيوتنا مكتوفي الأيدي. لا بد لكل والد أن يجلس مع أولاده، ولكل أم أن تجلس مع بناتها، فكلنا أيها الأحبة راع، وكل مسؤول عن رعيته في هذه الدنيا. أن نجلس مع أبنائنا مع بناتنا على كتاب الله جل وعلا ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.